برحب بحضراتكم مرة تانية. معانا نجمين زي ما قلنا، نجوم المستقبل في النادي الأهلي. عايز أبدأ بحمزة علاء ونتكلم بقى عن استعدادات المنتخب. خلاص احنا ان شاء الله في استعدادات خاصة انتوا بتستعدوا ليها ان شاء الله لسفركم لتونس. طبعا احنا عندنا دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في موريتانيا. كلمني عن الاستعدادات دي يا حمزة، بتعملوا ايه في الفترة دي؟ طبعا في الأول احنا يعني انا شخصيا مبسوط جدا ان انا معاكم في البرنامج، وشرف ليا طبعا ولاي حد في النادي الاهلي ان هو يطلع على البرنامج ده ويطلع معاكم. وطبعا المنتخب يعني الاستعدادات ما بتبقاش، هي طبعا بتحفز وبتوقف يعني بتوقف الواحد على رجله، بس هي ما بتبقاش سهله طبعا، محتاجه تضحيه كبيره ومحتاجه تركيز وانضباط يعني لفتره كبيره مش على فترات. طبعا يعني التجهيز لتصفيات افريقيا دي حاجه يعني حاجه مهمه قوي، فتره مهمه قوي في حياتنا، ان هي تحطنا على الطريق الصح، يعني ان احنا نوصل ونبقى حاجه كبيره في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد.